لقد أكمل دفاع المتهم دفعته الشكلية، وذلك بآخر مداخلة للأستاذ حلوي التي أكد فيها الدفعات السابقة للأستاذ الحاتمي وباقي الزملاء الآخرين الذين لم يتجاوزوا نهائيا قضية البت سبق البت ومسألة التقادم، يعني لم يقدموا أي جديد عما قلناه للرأي العام عبر وسائل الإعلام، من كون أن نفس الوقائع التي حكم من أجلها حميد الدين سنة 1993 هي التي كانت نفسها كانت موضوعة شكايات لدى الوكيل العام وشكايات أخرى لدى قاضي التحقيق، والتي تم سبق أن تم البت فيها إما بالحفظ بالنسبة للنيابة العامة أو بعدم المتابعة بالنسبة لقاضي التحقيق، وهي نفسها الوقائع التي هي موضوع قرار قاضي التحقيق لسنة 2018. بعد أن تم استكمال هذه الدفعات أخذ الكلمة الوكيل العام للملك الذي بدوره دفع عن المتابعة ودفع عن الإجراءات التي اتخذها سيد الوكيل العام، وقال بأن الشكاية التي سبق أن حفظها بقرار كتابي، لأنه ليس هناك أي جديد بالنسبة لما سبق أن تم تداوله في الملفات السابقة، كما أن ما عرض على قاضي التحقيق في قراره بعدم المتابعة كذلك لم يكن هناك أي جديد، لكنه سرد مجموعة من الفصول التي تقول بحق أي مواطن بأن يتقدم بشكاية سواء لدى النيابة العامة أو لدى قاضي التحقيق كلما ظهرت أدلة جديدة، وبالتالي خلص في مرافعته بالنبش في الوقائع التي هي موضوع الملف والنبش كذلك في الفصول، واستعرض كذلك الفصول المتعلقة بالمراجعة التي صراحة عندما يحكم شخص بشكل نهائي وبقرار حائز لقوة الشيء المقضي به وتظهر أدلة جديدة لم يسبق نهائيا أن كانت في المتناول، يحق كذلك أن يراجع الحكم. الحكم فاش كان شحال؟ نعم اليوم تأخير إلى 4/7 عفوا إلى 9/7 9/7. إذن السيد الوكيل العام دفع عن قرار المتابعة ودفع عن قراراته السابقة، وبرر بأن الوقائع الجديدة التي تابع بها قاضي التحقيق وتبنت النيابة العامة كان فيها جديد، ورد على دفعات دفاع المتهم بأنه سبق أن قرر كتابة بالحفظ وأنه لم يقرر عكس ذلك بالمكتوب، فرد عليه بأننا لا كتبنا عدة مرات بالمكتوب وبررنا أن هناك جديد فعلا وهي الواقعة التي تمت إثارتها في القاعة، وذلك بواقعة وضع المتهم حميد الدين لرجله في عنق الشهيد بن عيسى وهو ممدد في الأرض بالطعون التي سبق أن تلقاها السكاكين، قال بأنها واقعة جديدة لم يسبق أن تم تناولها، وأن قلنا سي حجي بالنسبة للأدلة هي كلها ثابتة، علاش ما اعتقلوش؟ هذا ملي غيجي الدور ديالنا الكلام غنقولوا غنستغربوا وغنقولوا كيفاش السيد قاضي التحقيق تابعتي واحد الشخص بالقتل العمد مع سابق الإصرار والترصد وما تعتقلوش،
وغنقولوا بانه الا كان هما تيقولوا بان لا شي جهه معينه اثرت على قضيه تحقيق ماشي تابع حميد الدين، حنا نقولوا ودي شي جهه اثرت على قضيه تحقيق باش ما يعتقلش حميد الدين. انا الا كنت قاضي في النيابه العامه ولا قضيه تحقيق ولا حتى في المحاكمه ساعتقل شخصا متهما بالقتل العمد مع سبق الاسراء والترصد. عباد الله راه كيلقاو غير عنده طريف ديال الحشيش كيعتقلوه. ملف ديال الضرب والجرح غير شهاده في 24 وما كاين حتى شي اثار على الوجه وكيتعتقل. جرائم بسيطه ديال 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 سرقه بسيطه زاهده كيتعتقل على الانسان، هذا قتل انسانا. والتهمه هي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد في اطار واحد جريمه اغتيال من اكبر جرائم الاغتيال السياسي في عصرنا الحديث في المغرب وفي العالم العربي والاسلامي. وما يتعتقلش. وهنا كنقولوا بانه كاين تاثير ديال الاسلام السياسي الحكومي، كاين تاثير ديال رئيس الحكومه، كاين تاثير ديال الوزير العدل الصابر، كاين تاثير ديال وزير حقوق الانسان الحاليه، وكاين تاثير ديال الحزب ديال العداله والتنميه اللي هو باقي يكتم انفاس المغاربه بقوته وجبروته وبتمويل الخارج له في المغرب وبتهديده للاستقرار وبتهديده لمؤسسات الدوله وتهديده للمؤسسات السياسيه العليا. راه القضاء عنده بالنسبه له سهل، راه الرميد قال على قضيه التحقيق قال له انك اصدرت قرارا اخرق. وانت دابا راه تقولوا بان هذه القرارات هذه فاحشه و الى اخره. بمعنى ان هناك تطاول على القضاء وضرب استقلاله. وكم شفتوا ديك المره في اول مره راه كان جا استعراض عسكري هنايا وفيه رئيس الحكومه السابق، ورئيس الحكومه السابق بن كيران راهوكم سمعتوه بانه كان تيهدد الدوله اما استمر في الحكومه ولا راه الفورميل كاينه، وتهدد بعودة 20 فبراير وبربيعه الذي في دماغه، وتهدد بالقوى الدولية اللي معاه من تركيا وزيد وزيد. إذن حنا اللي في وضع الضعيف حاليا، وهذا الشيء هذا سوف نناقشه بطريقة قانونية ولبقى أثناء جوابنا، وأنتم سوف تكونون بداخل القاعة وسوف تنصتون لكل الدفعات والردود التي سوف نتقدم بها بصفة الدفاع الطرف المدني بالقانون المغربي وبالمواثق الدولية وبالواقع وبالتأثير السلبي وضرب استقلال القضاء. حتى هنا يا راه كانت تصريحات ديال الزملاء تحاول يعني تهديد القضاء والتأثير عليه بطريقة سلبية، ماشي هو داك التأثير ديال المحامي تدفع الموكل. راه قال لهم بأنه عندكم شي نهار يتقال بأنه المحكمة ديال فاس في 2019 في جناية فاس 2019 أنها أدانت شخصا و سبق أن تم البت في ملفه. هذا تهديد، هذا وهذه طريقه ديال التاثير غير قانونيه وغير شرعيه. دافع على سبق البت ديالك، دافع على التقدم ديالك، ولكن لا تقحم المحكمه ولا يعني تقول لذلك الكلام بانه زعما ما عرف يعني في عام 3000 راه غادي يجي شي وقت وغادي يوصمكم وصمه عار. هذه دفعات تكون خارج السياق. أقول لكم بأنه إحنا الآن في وضع أقوى، كل ما عند المتهم قالوا هنايا. نحن الآن في بجلسة 9/7 سنتقدم بمذكرة كما تقدموا هم كذلك بمذكرة، سنتقدم بمذكرة تفصيلية بدقة بعد أن نطلع على كل التفاصيل الواردة في المذكرة، لأنهم تحدث شفويا ولكن لا نعرف ماذا ما تم دسه في المذكرات. ربما تكون هناك دفعات في المذكرات لم تأتي في مرافعتهم الشفوية، فنكون في وضع من لم يرد على كل الدفوع. وبالتالي طلبنا من المحكمة على أن تبهلنا لكي نطلع على الأحكام وبعض القرارات التي تم الإدلاء بها لنعرف ماذا تحتوي
ولنعرف كذلك ما هي جميع الدفوع التي تمت إثارتها في هذه المذكرة الكتابية. ونحن الآن أقول وأكد للرأي العام بأننا أقوى وسوف نهجم هجوما قانونيا وحقوقيا على كل تلك الدفوع المثارة محصنين بوضوحية الوقائع السابقة والوقائع حاليا ومحصنين كذلك بقرار لمحكمة النقد بتت في نفس الواقعة حول شهادة الشهيد التي تم الطعن فيها هنا كذلك عندما قيل لهم بأنه هذا الشخص قد يعني صرح تقريبا 14 مرة في هذا الملف ما بين تصريحاته أمام الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة. ونحن محصنين بقرار محكمة النقد وكذلك محصنين بكون أن قرار قاضي التحقيق بالمتابعة محصن كذلك لأنه هذه الدفعات سبق أن تمت إثارتها أمام الغرفة الجنحية وفق الفصل 227 من قانون المسطرة الجنائية. وشكراً.